انا البيت هذا اشتريت الارض قبل 5 سنين على امل اني انا بدي ابني بيت. انا كنت قاعد في بيت صغير وهذا البيت بنيته الي ولاولادي عشان نعيش فيه، يعني نعيش فيه انا اولادي واحفادي. وبلشت انا ابني فيه يمكن قبل 4 سنين في الفضل. بعد ما خلصت البناء، يعني البناء اخذ معي 2 سنين، بعد ما خلصت البناء اجوا قالوا لي انه هذا ممنوع البناء هوني، واعطونا امر وقف البناء لحين انه المحكمه تنظر في القضيه. فجينا تفاجئنا انهم بيقولوا لنا انه خلص المحامي بلغنا انه البيت بده ينهض، والمحكمه العليا اعطت الامر للجيش، يعني اعطتهم موافقه انه بالهدف. وهذا يعني امر تعسفي، وإذا انهدم البيت هذا يعني وين بنروح للمجهول؟